يأدون في نفس الوقت نفس التمرين ومدرب واقف هناك. إذا ما أبي مدرب، إذا أنت مدرب واحد في النص تراتبين الصفارة الأولى يبتدون اللاعبين يأدون التوافق، ثلاث لاعبين هنا وثلاث لاعبين هناك، مرمى هني ومرمى في نص الملعب. الصفارة الأولى يأدون التوافق، الصفارة الثانية ينطلقون. شلون ينطلقون؟ أنت لاعب الجناح عشان تجي توافقك أو قدامك راح يلعب الكرة، أو المهاجم الثقيل شوف راح تروحون تنطلقون ناحية المرمى، راح يلعب لك الكرة عرضية وتحاول تسجل. أو أنا يا أنا ألعب يا المهاجم يلعب. شوية ساعد كنت ساعد. أوكي؟ فالصفارة الأولى راح تسوي، الصفارة الثانية أنت أوكي؟ راح يسوي خليل 10 ثواني وبعدين الصفارة الثانية. قاعدين؟ نصف ملعب، 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 نص